مع الكابتن جمال غندور من شويه في التجربه. اه التجربه في الاحتمالات الفشل فيها اكتر من النجاح. انا ما اقدرش اقول على ان الكابتن ايهاب هيقدر يحقق اللي عايزه الشعب المصري او طموح الشعب المصري. في فرق بين انت مدرب في الدوري العام المصري او في فرق بتلعب كره جماليه وما بتاخدش بطوله، وفرقه انت بتلعب عشان تاخد بطوله. ما اللي عمل حسن شحاته مش الدوري العام، حسن شحاته المنتخب، اللي عمل الكابتن جوري مش الدوري العام، اللي عمل الكابتن جوري المنتخب. فانت بتتكلم على اللي بيعمل لك بطوله بيعمل انجاز للبلد. اللي بيعمل انجاز للبلد ده لازم يكون عدى بالمراحل دي. يعني الاثنين لعيبه دوليين، يعني بتقول حسن شحاته وجوري الاثنين لعيبه مثلوا مصر، فعارفين قيمه الفانيلا. لكن ما تجيش تقول لي ان مدرب شغل في نادي طموح كل نادي ان هو يبقى الرابع او الخامس او السادس او يقعد في الدوري. كنت تتمنى مين يا كابتن فاروق جعفر؟ انا كنت اتمنى حسن شحاته وحسام حسن. انا ما اخرجش عن كده. لو حسن شحاته ما وافقش حسام حسن هو البديل الخوف، ان حسام حسن هو اللعيب الدولي، هو المدرب، هو اللي عمل نتائج، هو اللي لعب في كاس العالم، هو اللي هداف التاريخي للكره المصريه. يعني مر بكل الظروف. ما تجيش تقول لي ان حسام حسن عصبي. يعني ايه عصبي؟ يعني ايه عصبي؟ واحد عايز ما يخسرش. يعني تقول لي حسام حسن عصبي، يعني ايه عصبي؟ اجيب انا هجيب واحد طيب؟ ان انا مش نادي، ده منتخب. عشان تاخد قرار تضم لعيبه المنتخب، ما هو الاثنين المدربين اللي مشوا قبل كده الاجانب عملوا غلطه عمرهم ان هم راحوا جابوا المحترفين اللي هم ما بيلعبوش في الانديه. احنا عندنا اثنين ثلاثه هم بس اللي بيلعبوا. يعني كنت اتكلم على صلاح، كنت اتكلم على تريزيجيه، بعد كده مفيش حد، ويمكن محمدي، بعد كده مفيش حد بيلعب فيهم. رحت جبتهم للمنتخب، واللعيبه اللي موجودين في الدوري المحلي افضل منهم. فده كله ده تعليمات. يعني مش الراجل راح اتفرج ولا عارفهم ولا لا، الناس بتوجههم من فوق من اداره الاتحاد. تمام. بتكلم على حسن شحاته، على حسام حسن، الاثنين دول تمثلوا مصر ولعبوا ووصلوا لافضل حاجه. حسن شحاته احسن لعيب كره في افريقيا. تمام. حسام حسن هداف الكره الافريقيه. ازاي دول ما يبقوش هم على راس اختيار المنتخب؟ يعني انا شايف الموضوع مش يعني مش مظبوط. يعني ارجو يعني طبعا ارجو لإيهاب التوفيق والنجاح، لكن التجربه دايما ما تدكش اللي انت عايزه. بشكرك كابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ونجم مصر على الاطلاله دي من خلال اللعيب عندي.